ضابط اللباس في الإسلام على مستوى الوجوب أو الأفضلية؟ واحد، لا يقبل الإسلام أن نتشبه بالكفار. ليش؟ تشبه بالكفار معناه شعور بالنقص في نفسي وانظر لهم بإكبار، ومن يكبر الغير يقلده في كل شيء. شلون في كل شيء؟ يعني عندنا واحد من صوبنا هني يقلد سيد الخوي الله يرحمه، يشرب هو جقاير، هذا الولد جقاير اللي يشربه يسمونه كنت. ديك اليوم شافوا ربع عم بدل القوطي يشرب روثمان، قال له شي يعني انت مو تشرب جقاير كنت، وش اللي غير؟ قال اللي بيقلد يقلد كامل بعد، سيد الخوي يشرب جقاير روثمان، فقال اللي بيقلد يقلد كامل. لا شعوريا، لا شعوريا اذا اشعر باكبار لشخص اقلده في امور الصح والغلط، الصح والغلط. فاحنا عندنا مشكله ان الاسلام يقول لا تتشبه بالكافر، لا تشعر روحك دون الكافر، خل بينك وبين الكافر مفاصله، انت غير وهو غير. في الروايات النبي امر، شاف اليهود يتعممون والمسلم يتعمم، قال لهم نزلوا الحنك، هذه القطعه القماش نزلوها. شفتون الله يرحمه الشيخ العكري يقول سووا شدي على اساس نميز المسلم من اليهودي. بعد اليهود ما كانوا يصبغون لحاهم، فيقول يا مسلم يصبغ لحيات حتى نميز، صرت تميز. يقول علي بن سويد دخلت على الامام الكاظم وعاطيني نعال هديه، شافه مثل اليهود، قال اتريد ان تتهود؟ وقام الامام غير فيه على اساس لا يكون كاليهود. شدي الاسلام يقول انا ابيك تشعر بالمفاصله بينك وبين الكافر على أساس لا يكون هناك تبعية وشعور بالدونية تحت تجاه الكافر. ما نقبل لك هكذا. الرواية تقول عن نبي الله قال الله لا تلبسوا لباس أعدائي ولا تطعموا مطاعم أعدائي ولا تسلكوا مسالك أعدائي فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي. إذا بتسوي روحك نسخة منهم بتصير عدو مثلهم، ومبنية على الضوابط الشرعية. هذا واحد. اثنين، أن لا نتشبه بالفسقة المتهتكين. قالت ويش تبي تسوي نفس الممثلة الفلانية؟ ممثلة هذه سموها فنانة، هي مين فنانة؟ هي بؤرة فساد في الأرض، هي ناشرة للمجون والدعارة والخلاعة وتحريك الشهوات. الإسلام ما يقبل أن أجعل هذه أسوة أو قدوة أو شيء. فهؤلاء الفسقة الذين يتظاهرون ببعض المظاهر لا يقتدي بهم من في قلبه إيمان، أصلاً يستوحش منهم. أنا اليوم أدخل إنستغرام أتفاجئ مؤمنين نشوفهم في المسجد واقف تحت ممثلة ومستانس صورة لي مع الممثلة القديرة فلانة. أنت يعني تتشرف بالفاسدات؟ هاي شعورك كمؤمن؟ بدل ما تظهر غضبك أمام سلوكها وأمام ما تروج تروح تظهر أن لها الاحترام وأننا نتشرف بها وبالتصوير معها. هذا الضعف، هاي الشعور بالدونية. بعد أن في اللباس أن لا يتشبه الرجل بالمرأة ولا المرأة بالرجل. لعن الله، لعن رسول الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء، ملعونين على لسان النبي صلى الله عليه وآله. ونهى أيضا قال ليس منا، أي رواية أخرى، من تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه بالنساء من الرجال. بعد ما عدنا إسراف، إنه لا يحب المسرفين، إن المبذرين كانوا إخوانا شياطين، أي منهي عنه. بعد لا تكبر، تلبس لباس لا تشعر. احنا عندنا لباس، هذه هي يسمونها صاية، شفتون المثلث؟ بعض لباس للشيوخ لا إلهني مغلق يسمونه جبة، هذه جبة هني ثخين، فراسك كله يصير مرفوع، تنفخ الواحد إذا نلبسها نذكر الله على سد غرور. صيد أنا بعد من سنين ما لبستها، ما أشوفها بكبتي بعدها، بس أقول هي لا شعوريا
احنا وجدنا بعض الاشياء اذا نسويها صدق يصيرنا غرور. منها موتر سيكل وايران خب وسيله نقل تركبها في الهواء الطرق شيء مشهور لرفع خشمك. هذه الجبه ايضا ترفع الخشم. الروايات تقول لباسك اذا تشوفه يمكن يسبب لك غرور منهي عنه. في الروايه من لبس ثوبا يباهي به يتكشخ به على حساب الاخرين ليرفع نفسه على الآخرين ليراه الناس لم ينظر الله إليه حتى ينزعه. روح انزعه. رواية ثانية من لبس ثوبا يختال فيه خسف الله به من شفير جهنم وكان قرين قارون. داك مغرور وانتبه اللباس مغرور. بعد عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يجد ريح الجنة عاق ولا قاطع رحم ولا مرخ الإزار خيلاء. مطلع أرخى الإزار يعني يمشي بغرور يقول لي لا أنت ما تشوف الجنة ما تشم ريحها.